أصل لدي علاقة جد طيبة، وإن كان حقيقة تميز هذه العلاقة لم يظهر بعد إلى الوجود، رغم تميز الحضارتين التركية والمغربية. المغرب له أكثر من 1200 سنة من الحضارة الحالية، تلاقح حضاري بين العثمانيين سابقا وبين مختلف الملكيات التي مرت بالمغرب. لكن خلال 30 إلى 40 سنة الأخيرة هناك توافق في الرؤى والتصورات في المجتمعات والمنتديات الدولية بين المغرب وتركيا، سواء كانت منظمة المؤتمر الإسلامي أو الأمم المتحدة وغيرها. الإخوة الأتراك ساندونا في عديد من القضايا المرتبطة بالوحدة الترابية المغربية وصحراء ومغربية الصحراء، ساندونا أيضا فيما يرتبط ب بانتقال المغرب من مرحلة الشريك إلى مرحلة الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي وفي الأمم المتحدة، بمعنى أن الدعم السياسي هو موجود. وأيضا المسؤولون المغاربة كانوا دائما يدعمون القضايا التركية في المحافل الدولية. على الصعيد الاقتصادي هناك أيضا ارتباط وثيق بين المغرب وتركيا في عدد من المجالات، حوالي 100 شركة تركية هي الآن متواجدة في المغرب وتشتغل، فازت بأسواق تفوق المليار دولار خلال 20 سنة الأخيرة، تشتغل في عديد من المجالات، وأساسا البنية التحتية والطرقات والمنشآت الفنية الكبيرة، عندها خبرة الآن وتقنيات فنية المغرب يستعين بها في مختلف المشاريع. بالمقابل هنا المغرب متواجد بشبابه في تركيا الآن، هناك نزوح للطلبة المغاربة للجامعات والمعاهد التركية باعتبار تميز هذه التجربة وبلوغها إلى مستوى من النضج هو نفسه الذي متواجد في الجامعات الأوروبية. ونتصور على أنه في المجالات الأخرى سواء كانت السياحة أو المجالات النقل، نتصور على أن المستقبل إن شاء الله لهذه العلاقة هو نحو مزيد من التطور. لا شك أن ما حل بالسيد الوزير رحمة الله عليه السيد عبد الله باه هو مصاب جلل، لكن نحن كما نقول إن القلب لا يخشع وإن العين لا تدمع، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل في هذا المصاب. فهو مصاب رزق به المجتمع المغربي والوطن المغربي قبل أن يرزق به حزبه وحركته الدعوية وأيضا رفاقه وأصدقائه وعائلته الصغيرة. وكل ما في الأمر فيما يتعلق بظروف وفاته والآن التي تواترت، هو أن المرحوم كان بعد أدائه لصلاة المغرب في أحد المساجد القريبة من موقع الحادث انتقل لكي يأخذ نظرة أو لمحة عن مكان وفاة برلماني سابق السي الزيدي الذي توفي منذ حوالي شهر تقريبا، عندما كانت هناك فيضانات في المغرب وتوفي تحت قنطرة سكك الحديدية متأثرا بغرق سيارته. وهو انتقل إلى هذا المكان لينظر بأم عينيه ويتفحص المكان لعله يجد أيضا سببا من أسباب وفاة ذلك الرجل. فكان قدر الله عز وجل على أنه ارتباطا بظروف الليل وبكون السكة الحديدية كانت مباشرة فوق الممر الذي غرقت فيه سيارة البرلماني السابق، الظاهر أنه لم ينتبه أو لم يكن عنده من الوقت ما يسمح له بأن يهرب لما قدم القطار، وبالتالي صدمه القطار فوق السكة وهو يتفقد مكان وفاة راحل سابق قبله. رجل الحكمة، الرجل الذي لم يكن مع خصومه أبدا شرسا، بل كان دائما يحاول أن يقرب بين الأفكار وبين الآراء، وكان دائما يلتقط الإشارات الإيجابية ويترك كل ما هو سلبي. رجل بهذه المواصفات يصعب حقيقة أن نجد له مثيلا في الأيام القليلة أو الأشهر القليلة المقبلة. لا شك أنه سيربك بعض الشيء ولو لحين العمل المرتبط بالعمل الحكومي نظرا لموقعه الرجل الثاني في الحكومة والمصاحب الدائم والمستشار الدائم للسيد رئيس الحكومة. فإذا هذا الرجل بهذه المواصفات قلت يصعب
أن نجده بديلا، لكن الحمد لله العمل كما تعلم هو العمل بالمؤسسات وليس بالأشخاص. فكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إلا رجل أيضا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قلت لانقلبتم على أعقابكم. فنحن أيضا نقول بأن الأخ المرحوم عبد الله هو رجل كبير في تاريخ البلد، يصعب أن نجد له مثيلا، ولكن القافلة يجب عليها أن تسير، لأننا المبادئ والأفكار هي التي تحكم مسيرنا، والأشخاص إنما هم وسائل وآليات لتبليغ هذه الأفكار. لا شك أنه خلف من ورائه مدرسة متميزة، وأيضا كون وأطر وربى جيلا حوالي 30 سنة في الدعوة وفي المجال السياسي، وهذه المواقف نظن أن هناك أشخاص قادرين على أن يحملوا هذه الأفكار وأن يطوروها وأن يجعلوها باهة تمشي عوض الشخص.